حقق افهم حقق العب حقق اكبر حقق ارفض او اختار حقق اخذ القرار حقق اتعلم وعيش بكرامه وبامان بحريه ومساواه تتمتع بالحياه فريق واحد متلب متلي نكمل بعض مع بعض نبني منغني نلعب نربح ونتسلم نعبي ونفهم منقول when you're right فريق واحد متلب متلي نكمل بعض مع بعض من برنامج بازل رحبوا معنا أصدقائي بالموسيقى بتحبوه كتير ميلاد حتشيتي تحياتي لكل يلي عم بيتابعوا حلقة اليوم من بازل اليوم أعضاء جديد من فريق الأقوياء والنجوم رح ينضموا لإلي للستوديو ليتنافسوا ويتحدوا بعض ويزيدوا رصيدهم أكيد لكن الهدف من البرنامج برجع بذكر إنهم يتعلموا وينموا ينموا مهاراتهم وقدراتهم بالحياة ويتعلموا كيف يتقربوا من بعض أكتر هالعشر أعضاء اليوم هن من أصل 50 طفل اخترناهن ليقوموا معنا بهالتجربة التلفزيونية يلي هدفها التنمية والإنسان كل عمره لازم يبقى ينمي حاله إن كان بالقدرات أو إن كان بالمعرفة وهيدا هو هدف برنامجنا بسرعة خلونا نستقبل أعضاء فريق اليوم من الأقوياء منرحب بعليا نوح نور إيمان ومحمد أهلا وسهلا فيكن أهلا فيك هلأ فريقكن هو فريق الأقوياء أنتوا قديش أقوياء يا عليا؟ أكثر. أنا بتوقع كتير. أوكي نحن هيك. أكثر. كمان. أهلا وسهلا فيكم. شو نوح مستعد للتجربة؟ نور. أنتوا رح تربحوا اليوم. أكيد. إيمان. صحيح شكلك صغير بس أنت قد التحدي ورح بتكوني اليوم قوية صح؟ أهلا وسهلا فيك. بدي تديروا بالكم على إيمان. أوكي. أوكي. وتساعدوها لأنه أنتوا بتكون تشتغلوا كفريق. محمد. متحمسين لدرجة. لدرجة لكن فريق الأقوياء اليوم هن بالفعل أقوياء رح خلي المشاهدين يلي عم بيتابعونا ببيوتهم يتعرفوا أكثر عليكم بهالتقرير بازل اسمي محمد العوض عمري 14 سنة وأنا من سوريا أكثر شيء بحب أعمله بوقت فراغي أقرأ قصص الرعب وهيك بقرأ القصص بالليل وما بخاف اسمي إيمان ليلى عمري 11 سنة جاي من سوريا حيواني المفضل هو الكلب اسمي نور عمري 12 جاي من سوريا بحب السباحة الرسم واللعب مع أصحابي اسمي علي حسين أنا من سوريا عمري 14 سنة أكثر شيء هو بحبه إنه أرسم أنا اسمي نوح عمري 14 وأنا من العراق أكثر شيء بحب أعمله هو ألعب فوتبول وألعب باسكتبول سباحة بحب ألعب مع رفقاتي اللي معي بالكنيسة عليا أنت أول مشتركة دخلتي بالفريق ممكن تكوني أنت القائدة؟ لا نحنا كلنا بنشتغل سوا يعني نحنا كلنا قوائد على بعض يعني ما حدا قوائد على بعض كلكم قوائد على بعض حلو طيب بس في مشكلة إذا كانت البنت هي القائد؟ لا عادي عادي بتحسي حالك عندك القدرات تكوني قائدة لما إذا كان الفريق بحاجة لقائد يعني اليوم إذا فريقك كان بحاجة لحدا هو يضبط الأمور تقدري تلعبي هيدا الدور وبرأيك كيف اكتسبتي هالمهارات من وين من مين مين علمك ياهن هو يعني كلنا بين بعض عرفت كيف إنه يعني ما في حدا قائد أو شيء إنه بس قصدي إذا القائد بده مهارات عرفتي يعني مهارات بالقيادة وهيك وين تعلمتيهم بالبيت من والدك من والدتك من أصحابك لما بيكون في برنامج أو بنكون عم نلعب سوا هيك بنصير نتعرف عليهم أكثر وأكثر أوكي سو هيدا الشيء بيساعد إنك أنت تعملي هيدا الشيء أهلا وسهلا فيكم بس ما كتير ترتاحوا لأنه هلأ بدنا نشوف مين رح بينافسكم من فريق النجوم بنستقبلهم سوا أهلا وسهلا بنوجين كميل ندى مسار وراما اهلا وسهلا فيكم الاقوياء قالوا لنا انهم اقوياء بالفعل رح تكونوا انتم نجوم الحلقه اليوم شو يا نوجين اكيد بدكم تربحوا أكيد. كميل تمام مستعدين ندى اكيد اكيد الربح عندكم هلا بنشوف شو مسار 100% رح تساعدهم رح بتساعد الفريق راما 100% طيب مين قائد الفريق اخترته ولا كيف رح تلعبوا شو استراتيجيه شو نوجين ما اخترته بعد كميل اذا اجت القياده لعندك تستلم الفريق بستلم الفريق يعني مستعد شو برايك الصفه احلى صفه لازم تكون عند القائد تيكون جامع كل الفريق شو احلى شيء لازم يتمتع فيه شو بده القائد لينجح شو ليكون قائد عن جد قائد حقيقي
المحبة. المحبة؟ توقعت تقلي الشجاعة، المحبة صحيح. طيب أنا رح خلي كمان المشاهدين اللي بيتابعوا حلقتنا يتعرفوا عليكم أكثر، عن وين جايين، شو هواياتكم، وبنرجع منتابع حلقتنا. اسمي نوجين يوسف، عمري 15، من سوريا. أكثر شيء بحبه العزف على الجيتار والغناء، صار لي شهرين عم باخذ درس جيتار. اسمي كميل حوا، عمري 14 سنة، أنا من لبنان. أكثر أكل بكره هي البدنجان، أكثر أكل بحبها هي الملوخية. اسمي ندى، من الهياق، عمري 14 سنة. أكثر حيوان بحبه باندا، مهضوم هيك، بحس إنه بدي غنجمة. أنا اسمي لاما، عمري 12 سنة وجاي من سوريا. بحب سافر على فرنسا لأنه بحب أكل الفرنساوي. أنا مسار جويدة، عمري 11 سنة، جاي من العراق. بحب لما أصير كبير بكون طيار، بحب طير بالجو وبستكشف أماكن جداد. مثل العادة بينضم لنا الحكام لحتى هن يحكموا على الألعاب، شباب وصبايا، ويعطوكم تعليماتهم. بدنا نرحب بماري تيريز وجودة، أهلا وسهلا فيكم اليوم. بسرعة بننطلق للعب. ماري تيريز، اشرحي لنا اللعبة الأولى، شو مطلوب من الفريقين؟ اللعبة الأولى بتعتمد على التواصل، الفكرة من الموضوع إنه رح يكون في شخص مغمض عينيه، شخصين من الفريق تبعه رح يكونوا عم بدلوه، شخص عم بيقول له من وين يلم هول الأغراض الموزعين على الأرض، والشخص الثاني رح يدله تيوصل على العلبة اللي قدامك. أوكي. والفكرة إنه الفريق معه دقيقة ونص، والفريق اللي بيربح هو الفريق اللي أكثر شيء بجمع أغراض وبحطهم بالعلبة قدامه. أوكي، فإذا يلي رح يكون عنده أغراض أكثر هون، مش هون، هون بقلب العلبة، هو يلي رح يربح. انتبهوا منيح، ومعكم بس دقيقة ونص. مزبوط. طيب النتيجة بالحلقة الماضية كانت 15 لفريق الأقوياء و 13 لفريق النجوم، كرمال هيك رح نخلي النجوم هن يبدوا اللعبة. سامحنا جو. ندى تفضلي لمحلك. لوجين، قد ايه برايك جابت ندى؟ كم غرض؟ ستة. ستة، يلا منعدهم سوا، عدوا معي. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. محمد انت رح تساعده من بعيد، ونوح صاروا مغمضين عيونه وجاهزين للانطلاق. جاهزين. الصفاره من عندك. جاهزين. يلا نوح، دقيقه ونص. ايه يلا قريب قريب، اخذها يلا. يلا قريب نوح، يلا قريب اول قريب. لا 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 يا شمالك شمالك. ايه ايه قريب قريب, 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 قريب يلا أو لا لا لا, 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 لا. شمالك 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 لا شمالك هنيك. ايه ايه بعد حطها يلا. بسرعه بسرعه نوح، بسرعه بسرعه بسرعه. يلا نوح بسرعه بسرعه، اسرع 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 اسرع. يلا نوح نوح نوح
قرب عندك عندك لا واقف عليها واقف عليها واقف عليها بالدلو عدوا معي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة 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 شباب مهمتكم كانت كتير حلوة وسهلة نوعا ما هلأ على مين المهمة الصعبة؟ على ماري تيريز وعلى جودة لأنه هني علاماتهم مش بس على عدد الأغراض اللي أنتم بتحطوها على كيف تعاونتوا مع بعضكم كفريق وشو المهارات اللي استعملتوها لتلعبوا هاللعبة رح نعرف النتيجة نتيجة هاللعبة وقديش أخذوا الفريقين نقاط بعد الفاصل رجعنا لنتابع فازل بعد ما عرفنا النتيجة بس معي عنصرين كانوا كتير فعالين بإدارة اللعبة عليا أنت ما كنت عم تلعبي بس أنت كنت عم بتدير اللعبة شو شعورك لما بتحسي أنك أنت عم بتساهمي بأنه حدا تاني يعمل نتيجة جيدة شو كان الشعور؟ أنا عم بساعده لقاله أكتر لما هو عم يجي وقرب وهيك من انه بنقول انه نحن كفريق نحن كيف كنا عم نشتغل سوا قد ايه كان التواصل مهم نوجين يعني قد ايش كانت اكيد بدك زقفه بدك زينه نوجين قد ايه كان التواصل مهم لحتى زميلتك ندى تعمل نتيجه مهمه كثير مهم لانه لو ما كانت سمعتنا ما كانت جمعت هالقد اغراض وكنا انه اذا نحن الربحانين طب شو هن الربحانين هلا بنشوف عرفت انه انتم عندكم شعار بعد شوي حنسمعه بس نوجين بدي اسالك كمان هون سؤال قد ايه مهم برايك يعني كلنا بنقول انه لازم مرات نسمع نصغي نتعاون شو اختبرتوا بهيدي اللعبه يعني شو احلى شيء تعلمتيه من هاللعبه انه لما بنسمع بعض كفريق واحد بنقدر نعمل شيء بنجاح بنقدر نجيب نتيجه افضل وانت كمان عليا شو نفس لما بنبقى نسمع بعض وهيك فينا نعمل اي شيء بيقولوا عنه مستحيل فينا نعمل اي شيء بيقولوا عنه مستحيل شكرا لكم بدي اشكركم قبل ما خلي ماري تيريز وجودة يعطونا النتيجة بدي اسمع منكم عرفت انه فريق النجوم عملتوا شعار هلا طلعتوا فيه صح يلا تفضلوا 3 2 1 نحن قلب واحد حلو شوفوا شو بدكم تعملوا يا فريق الاقوياء لانه هن قلب واحد نحن رح نشتغل على الموضوع بليز من هلا قبل ما تخلص الحلقة لازم يكون عندكم شعار ويحضروا حالهم عم بيهددوكم ما بناخذها تهديد ملا طيب بناخذها كتشجيع طيب خلينا مضبوط كلمه تهديد ما كلمه ايجابيه طيب نتيجه اللعبه الاولى مع جوده تفضل ميلاد مثل ما شفنا ومثل ما شافوا المشاهدين الفريقين ادائهم كان رائع نعم عم يتواصلوا مع بعض عم يسمعوا لبعض نجاحهم كان كايد وحده مش كشخص تعادلوا بعدد الاغراض اللي كانوا محطوطين بقلب الصندوق لذلك قررنا انا وماري تيريز نوزع او اكشن نعطي كل فريق خمس نقاط يعني العلامات كامله العلامات كامله خمسه لفريق الاقوياء وخمسه لفريق النجوم شكرا لك كثير حلو وهيدي يمكن لاول مره بتصير بالحلقات انه بتاخذوا كامل النتيجه خمس نقاط للفريقين مبروك وهلا عم بيزيد رصيدكم مثل كل حلقه الشبيبه بيعبروا عن رأيهم بكثير من المواضيع الحساسة المتعلقة فيه شو سألناهم وشو كان جوابهم منتابع تفرقة بين الشخص والآخر
أوقات العالم بتميز أشخاص لأنه بيكون عندهم غير لون بشرة كمان. مثلاً أسود وأبيض أو مسيحي أو مسلم. طبعاً هذا الشيء كتير بيودينا مثل العنصرية. في كتير أنواع للتمييز، من بيناتهم التمييز العنصري، الديني، المذهبي. التمييز وقت نعمل حدا أحسن من حدا أو حدا أقل من حدا. في ناس بيفرقوا حسب دياناتهم، في ناس بيفرقوا حسب إنه شخصيتهم. التمييز الطبقي بين غني وفقير. مثلاً وقتها الشخص اللي عنده بشرة لون أبيض بيميزوه عن الشخص اللي عنده بشرة لون أسمر. أنا تعرضت للتمييز. تعرضت للتمييز أحيانا بين إنه نحن لبنانيين وسوريين. في كتير عالم تعاملوني بطريقة مش منيحة لأنه أنا عراقي وعارف شو. أحيانا بيصير في بالمدارس مثلا شيء أو إنه مسلم ودرزي أو مسلم ومسيحي. الواحد بيتعرض لهيك شغلات أكيد. حكيت معه قلت له إنه ما في فرق بيناتنا، يعني كلنا نفس الشيء. بقيوا على فترة يتعاملوا معي هيك، بعدين صاروا أحسن. أنا هلأ تأقلمت مع الموضوع وصار عندي رفقة من غير جنسيات، وكثير نحن بنحب بعض طبعاً. في وصي لكره بين العالم، وكمان فيه وصي لمطارح إنه خلص أنا ما بدي أطلع مشان ما يميزوني. في وصي التمييز على إعطاء حدا شيء أو بالمجتمع أو مش بالمجتمع أشياء كتير أحسن من حدا تاني، لو هيدا التاني بيستحق أكتر بس لأنه نحن قررنا أنه هيدا أحسن من برا بلا ما نعرف شو الفرق. كمان فيه يوصي لعنف، وكمان فيه يوصي لتفرقة. بيودي على حافة الهاوية، يعني بنكون كلنا رح نوقع بسبب التمييز اللي بيناتنا عم يصير. أنا بنزعج وقت أشوف شخص عم بيميزوه عن شخص تاني، لأنه كلنا سوا، كلنا الله خلقنا واحد. لعبتنا الثانية مختصة بالصحة النفسية، لأنه كمان من أهداف برنامجنا شباب وصبايا أنه تعرفوا كيف تديروا صحتكم النفسية بشكل إيجابي. لتكون صحتنا النفسية جيدة لازم نفهم وندير بشكل جيد مشاعرنا. المشاعر متعددة، في مشاعر حلوة وفي مشاعر مزعجة. يعني الفرح شعور كتير حلو، الخوف مرات بيكون شعور إيجابي لأنه بيعلمني أعمل شيء أحسن، بس مرات بيكون مزعج مثل الغضب مثل القلق. وكمان في عندي مشاعر كتيرة، كل ما بفهمهم أكتر كل ما بتكون صحتي النفسية أحسن. هاللعبة تفاصيلها معي. واحد من الفريق رح يجي لعندي، رح يعمل أي شيء بجسمه وبعيونه ليخبركن عن شعور أو من هالمشاعر بدون ما يقوله، وأنتوا لازم تحذروا شو هو هالشعور. بعطيكم مثال، يعني إذا أنا عملت لكم هيك شو هالشعور؟ معصب، يعني غضبان. هيك اللعبة، عندكم دقيقة وقت لازم تعرفوا أكبر عدد ممكن من المشاعر. مستعدين؟ هالمرة رح نبدأ مع فريق الأقوياء. مين انتدبتوا ليلعب هاللعبة؟ نور. تفضلي لعندي نور. يلا. نور رح توقفي أنت محلي، أنا رح أرجع لورا. طلعي بأصحابك، بس تعطيكي ماري تريز الوقت لحتى نعرف أكبر عدد ممكن من المشاعر. جاهزة؟ انطلقنا. خوف. الخوف، برافو. عصب. الغضب، برافو. شطورة نور. زعلانة، زهقانة. زهقانة يعني ملة. الملة، الملل، برافو. مبسوطة. متأخرة. مستعجلة. متوترة. ايه يعني متوترة. شو اسمه الشعور؟ القلق. برافو. القلق، برافو. 4 من 5. قديش بعد معهم وقت؟ 20 ثانية. مبسوطة. مبسوطة. فرحانة. مبتسمة. متحمسة. 10 ثواني. شو يعني هاي؟ شو قصدك؟ عملتي لنا قلب. عملي غير حركة. مبسوطة. مبتسمة. 5. 4. 3. 2. 1. مبسوطة. لحظة.
بدي أقول شيء، برافو 4 من 5 نور. شعور كان هو شعور الامتنان، وهو شعور كتير حلو، بعرف من الصعب إنه نعبر عنه بجسمنا، بس كان هيدا التحدي. شكرا لك نور، 4 من 5 لفريق الأقوياء، برافو. شعور الامتنان شباب وصبايا، شعور كتير حلو إنه نكون عنا امتنان، إنه نشعر بهالامتنان والشكر على الأشياء اللي عنا إياها. ومنه كتير من السهل نعبر عنه بجسمنا مثل الخوف والقلق، بس كل ما منعيشه أكتر كل ما منصير كمان نحسه أكتر ونعبر عنه أكتر. يلا، مين من فريق، فإذاً 4 من 5 لفريق الأقوياء، مين من فريق النجوم رح ينتدب لحتى يجي لعندي حس كرامة؟ تفضل يلا. بازل جاهزين؟ جو. مبسوطة، فرحانة، فرح، برافو، اعتبره مظبوط. زعلانة. يعني شو الشعور؟ الحزن. حزن، برافو عليكم، برافو. مستغربة، متفاجئة، مبسوطة، متحمسة. انتبهي انتبهي، وجهك بيأثر، عم تضحكي، هو ما في ضحك. يلا 30 ثانية. معصبة، عبقة، متوقع، خوبة. قد ايه بعد في 30 ثانية؟ انتبهي، 25. بنشيله؟ بنشيله. يلا فرحانة، شو؟ حلو. قد ايه بعد وقت بنشيله؟ حب، بنشيله. يلا 10 ثواني، 9 8 7 5 4 3 2 1. طيب 2 من 5 كان من بيناتهم الدهشة، وكان من بيناتهم كمان الرهبة، الخوف الكبير يلي كانوا من المشاعر يلي كمان منهم هينين، بس كانت عم بتحاول راما قد ما فيها. 2 من 5، 4 من 5 لفريق الأقوياء. كتير مهم إنه الطفل يعبر عن مشاعره. مرات الكبار بخوفونا من بعض المشاعر. كان صعب إني أعبر عن مشاعري في عيوني وبوشي. الفرح هو أكتر شعور بحسه. كل المشاعر ممكن نتعلم منها شيء. الغضب هو أكتر شعور ما بحبه. أصعب شعور كان بدي أعبر عنه هو الصفاء. الله خلقنا كل هالمشاعر لنحسه ونتعلم منه. بس نعبر عن مشاعرنا منرتاح. كل ما فهمنا شو عم نحس كل ما نكون أحسن. لازم نتعلم إنه نعبر عن مشاعرنا. نتيجة اللعبة الثانية. جودة، شو النتيجة من بعد التشاور مع ماري تيريز؟ ميلاد، ناقشنا أنا وماري تيريز على السكور. فريق الأقوياء عملوا 4 من 5، نعم. فريق النجوم عملوا 2 من 5. بدها زقفة، بدها زقفة على المجهود اللي الفريقين بذلوا بهيدي الجيم. ولكن رح نعطي 3 نقط لفريق الأقوياء، نقطتين لفريق ثلاثة. وبالتالي النتيجة بتصير 23-20 لفريق النجوم. وقبل ما نطلع مع فاصل، يبدو أن فريق الأقوياء حضروا وجهزوا سلوغن أو شعار لقلهم. يلا 3-2-1. نحن وياكم نبني المجتمع. حلو. فاصل صغير، مرجع من بعده لنتابع حلقة اليوم من فاصل. أول حلقة لهلا الفريقين عم بيزيدوا رصيدهم، والنتيجة لهلا 23 لفريق الأقوياء و20 لفريق النجوم. الفقرة هلا مع المبادرة الإنسانية اللي بيقوموا فيها شباب والصبايا بكل حلقة. شو هي مهمة اليوم؟ منتابع سوا.
مهمتنا اليوم كانت المبادرة أنه ننزل على الشارع ونوزع ليمونادة للعالم المشوبة. مش إنه حطينا الطاولة وبلش العالم يجوا بعدنا ما حاطين شيء نحن من الليمونادة. ليمونادة بلاش! حامل اليافطة أنا بس كتير أنا اليوم اتشجعت منها فتعبتني. اليوم كان كتير حلو بالنسبة لإلي لأن بلشنا نوزع ليموناضة على العالم وبالأخص إنه اليوم كتير شوب وكتير في ناس عم تعرق وعم تشوب وما عم تقدر تتنفس من الشوب. شو هالليموناضة طيبة هاي شو هيدا؟ وقت ضيف حدا ليموناضة براقبه وبدي اشوف شو هو اللي حيقوله مشان اعرف انه اذا عجبته او ما عجبته. غيرنا ثلاث محلات، الطاولة شلناها من ثلاث محلات وصرنا نضيف العالم يلي على الطريق وعلى السيارات. المبادرة الحلوة صبايا أحلى وأحلى وهلا بهاللحظة حسينا إنه الخير اللي منعطيه لغيرنا بنعكس بلحظة ما علينا لأنه كنا مشوبين وغريبين ببلد وشفنا كمان ملايكة حلوة عم تقدمنا لقمة أو عصير طيب. ميرسي. وقت العالم كانوا عم يشربوا كبية الليموناضة كانوا يرتاحوا كتير، كانوا كتير هن مشوبين بيجوا يشربوا الليموناضة وبيبردوا. شبيبة العالم فهالمبادرة حبيناها كتير. ليش؟ نحن منهتم بالشبيبة والأولاد، شفنا هالروح الإنسانية الموجودة عند هالشبيبة بيفتحوا القلب إنه يهتموا بالأشخاص اللي مشوبين وبالأشخاص التعبانين. فعلا يعني مبادرة حلوة حلوة، حبيت الروح تبعهم، حبيت الفرح تبعهم، الابتسامة حلوة. فنحن باسم معاونين سيليزيان حلب منشكرهم كتير والله يوفقهم ومنقول لهم ميرسي. كانت مسؤوليتي انه امسك الكرتونه واقول انه في عصير ليموناضه ببلاش، يلي بيحب خليه يقرب. ليموناضه ببلاش، ليموناضه ببلاش. كان كتير شعور حلو انه نعطي ليموناضه للعالم بهالشوب والحار، وكنا نحن كتير مبسوطين وعم نضحك مع انه كان في اليوم كتير شوب بس كنا عم نستحمل. مبادرة خيرة. شوي خفنا بالاول، فكرنا انه ما رح نلحق بس بعدين تعاوننا كنا ولحقنا. ميرسي كثير لهم، مبادرة حلوة وكفي الابتسامة الحلوة على وجههم. انا كثير تعبان وبس مبسوط لاجل اليوم كنا عم نضيف. كانت المهمة شوي صعبة لأن عالسرعة كان بيقعوا الكبايات من إيده، كانت تقع الليموناضة على الأرض، فبلشت إنه أقول إنه خلص لازم أعبي كباية كباية حتى أقدر أوزع للعالم. أولاد أول شيء قاعدين عم يعملوا هيك نشاط، ما في منه هيك نشاط بلبنان، خاصة إنه هم بهيك مناطق، مناطق شعبية. مبادرة كتير حلوة، بيعطوا فرح وبتحس انه السوق حلو وبتبورد العالم وان شاء الله دائما مبسوطين. انا بشكركم ميرسي. ما استحيت ولا تعبت لان المبادرة الخيرية ما بتتعب. ميرسي كتير لهم، كانت المبادرة كتير حلوة لاني انه حسوا نحن فينا كمان انه نحن بحاجة للعصير. شكرا. ماني تعبانه لاني مبسوطه وبحب عيد هيك مبادره. انا بقول يا
ياريت لو الكل العالم بتصير تعمل مبادرات للعالم الثانية، انه مثلا نحن اليوم وزعنا شي نهار حدا تاني كمان بيوزع، هيك بتصير انه معنا روح واحدة انه بنصير نوزع للعالم. إيمان حلو كانت تقريه صح؟ والشبيبة كانوا مبسوطين، مهمتهم ما كانت سهلة بس كانت حلوة. محمد ليش برأيك مهم الإنسان يعمل فعل خير؟ مشان إذا طلب فعل الخير من الإنسان اللي ساعده يرد له إياه. شو برأيك يعني الناس بتتعاون مع بعضها على بتتعاون مع بعضها على الخير؟ بتزيد المحبة بين الناس. بتزيد المحبة بين الناس، حلو كتير، برافو عليك، لأنه لما بنعمل خير ونعمل فعل محبة بنكون عم نشجع أكثر الناس إنه كمان تحب بعضها. كمان بدي أسأل مسار، شفت كمان التقرير، شفت زملائك بالفريقين كيف راحوا وعملوا فعل خير وهيك، قد إيه مهم هيدا الشيء مسار وليش؟ لما نعمل خير للمجتمع هيدا الخير بيرجع لنا لأنه إحنا جزء من المجتمع. نحن جزء من المجتمع، برافو، برافو. لازم نطلع مع فاصل، وإيمان أنت لازم تقدمي لنا الفاصل، يلا. منتابع اليوم حلقتنا من بازل بعد الفاصل. الفقرة الأخيرة من فضل وصلنا لها، النتيجة لهلأ 23 لفريق الأقوياء و20 لفريق النجوم. شباب وصبايا ما بقى في تحدي، هالمرة كلكم رح تجتمعوا وتعملوا فريق واحد، والهدف إنه تبدعوا وتقدموا لنا شيء له علاقة بالموسيقى بشكل حلو وبيشبهكم. مستعدين؟ اوكي، لكن رح نترككم تحضروا، شوفوا شو بدكم تحضروا لحلقه اليوم. وبذكر بس يلي عم بيتابعونا ببيوتهم انه هالمحاولات الموسيقيه عم تنعمل بظرف كثير قليل، يعني ما عم بيكون عندهم كثير الشبيبه وقت كامل نهار ونهارين ليحضروا، بكم دقيقه عم يجتمعوا عم يتفقوا، والحكام ما بيعطوا اي يعني تاثير، بيتركوهم للشبيبه هن يحضروا على ذوقهم لشيء يكون نابع من قلبهم. رح نترك شباب والصبايا يحضروا ومن بعدها بنشوف النتيجه. بنودعكم على أمل نلتقي فيكم بحلقة جديدة. إلى اللقاء.